شوف ما شاء الله تبارك الله كيف الحمى بيضة. بنبدأ حمستنا بالشحم نفسه حق الحمى. قاعد انتظر الشباب يجون بس في استراحة. بدينا ننزل البصل اول شيء. الحمسة معه ما شاء الله. بعد ما تجهز عندي البصل نزله على طول. نزل اللحم. بسم الله. شوفوا ما شاء الله. ترى من اليوم انا قاعد اقرب عشان تشوفون شلون لونة اللحمة. تشم الريحة. كذا. تشم الريحة ما شاء الله. اهم شيء حاسبني. ايه. خلاص. جاهز ما شاء الله. لا. الحين خلاص بننزل عليه الموية بس. حلو. خلاص الحين بنصب الموية على طول. على الرز بس كذا ممتازة. ما عاد بقي شيء على الكشنة وتجهز، ولكن عندنا واحد هناك سدد لها ونام. يلا طارق بتنسبه؟ أجل ما انسبه. بسم الله. روح روح روح. ما شاء الله تبارك الله. بس شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. خلاص جاهزة كبستنا. شوفوا اللحم. شوفوا اللحم. شوفوا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. رمضان هذا جميل. أمم. طواتي والله. يلا يلا السلام.